تحت رعاية المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيسيا باتسبالا، أقامت اللجنة المسيحية الإسلامية لمركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة حفل الإفطار الرمضاني السنوي لأطفال وطلاب المركز وذويهم، بحضور السفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي والبطريرك فؤاد طوال والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن والمطران سليم الصايغ ولفيف من الأباء الكهنة والراهبات وممثلي مؤسسات وهيئات دينية وخيرية وجمع من المدعوين. وفي كلمة الافتتاح قال مدير عام المركز الأب شوقي بطريان: يمر على هذا المركز في كل عام مئات الأشخاص، ومن خلالهم نختبر محبة الله اللامتناهية، المحبة التي لا تفرق ولا تميز ولا تقصي أحدا، مبينا أن اللجنة المسيحية والإسلامية في المركز دأبت على ترجمة رسالة المحبة وتفعيلها عمليا بكل طاقاتها، واضعة على رأس أولوياتها الاهتمام بأصحاب الإعاقة الجسدية من أبناء الأردن الحبيب. يطيب لنا أن نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا المساء الطيب وفي هذه الواحة المباركة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم بحق أحب الناس على قلوبنا، فنعيش لحظات من المحبة والألفة ستبقى ذكراها حية في أذهاننا جميعا مسيحيين ومسلمين في هذا الشهر الفضيل المبارك. إن رسالة هذا المركز تتمحور حول الإنسان، وتأتي الأولوية لمن هو بحاجة إلى مساعدة ترفع عنه شيئا من معاناته الجسدية وتجعله يشعر بكرامته الإنسانية وحقه بالحياة. وإذ يمر على هذا المركز وفي كل عام مئات الأشخاص، فإننا نختبر معهم محبة الله اللامتناهية، المحبة التي لا تفرق ولا تميز ولا تدين ولا تقصي أحدا. لقد دأبت لجنة مركز سيدة السلام المسيحية والإسلامية في محافظة العاصمة على ترجمة هذه الرسالة، رسالة المحبة بكل طاقاتها، وها إنها تمضي بعزم وثبات وإيمان بهذه الخدمة المجانية. وكانت رئيسة اللجنة سميرة ريحاني قد أكدت في بداية الحفل أن هذا اللقاء هو تعبير عن المحبة والوئام والتسامح خلال شهر رمضان الفضيل، والذي تتجلى فيه معاني التقارب والتواصل بين الآخرين والشعور مع بعضهم بعضا والتقاء الجميع على الخير والعطاء وخدمة الإنسان وخاصة الأشد حاجة. ما لقاؤنا اليوم إلا تعبيرا عن المحبة والوئام والتسامح والذي يتصف به هذا الشهر الفضيل والذي تتجلى فيه معاني التقارب والتواصل بين الآخرين والشعور ببعضهم البعض والالتقاء على الخير والعطاء وخدمة الإنسان وخاصة الأشد حاجة إلينا.